قوانين تطبق وبأن نجلس على طاولة المفاوضات لتحقيق ذلك. الموقف القضائي قد أكد أيضا، لو كان هناك إطلاق للحدود فستكون مؤقتة بين الجانبين وسنحاول أن ننهي ذلك في أسرع وقت. الرسالة التي نشرت اليوم لديها تفويض قضائي، وهي تجعل أو تؤكد بوضوح بأن ذلك سيكون فخا إذا لم نطبق ذلك. أنا أفهم بأن الضمانات السياسية التي أرسلت من دونالد تاسك وجون كلود يونكر طبعا لا تصل إلى ما يرقى إلى تطلعات بعض أعضاء البرلمان، ولكن أعتقد بأن أعضاء البرلمان لديهم الآن تطمينات يمكن أن يصوتوا بعدها من أجل ذلك الاتفاق الذي وصلنا إليها. وبشأن مثلا حماية حقوق العمال طبقا لمعاييرنا ومعايير الاتحاد الأوروبي، أنا قلت بأننا طبعا نريد أن تكون هناك بعض التعديلات، ولكن بريطانيا ستبقى لاعبة في المسرح الدولي، وسنعمل مع أعضاء البرلمان حتى نطبق ذلك بالنظر إلى التشريعات التي تقدم أفضل النتائج للموظفين كلهم والعمال في المملكة المتحدة. في هذه المساء طبعا سأتحدث مع أعضاء البرلمان وسأذكر لهم كل ما يعنيه هذا لانسحابنا، وغدا طبعا سأنهي الحوار. ومع بدئنا لهذه الأسبوع الحرج في تاريخ بلدنا، فعلينا أن نتذكر الآن ما هو على المحك وما نقف من أجله. طبعا السؤال يخص الانسحاب حتى نتحرك إلى الأمام ونبني علاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي. ادعموا الاتفاق والعمل سيبدأ يوم الأربعاء. أخفقوا وسنواجه مشكلة الخروج بلا اتفاق، أو حتى المشكلة بأن لا نخرج إطلاقا. أعتقد أن الشعب البريطاني مستعد لأن نتقدم إلى الأمام وبأن ننبذ خلافاتنا وبأن نطرح الشكوك ونتجه إلى مستقبل باهر. هذه هي الفرصة التي على أعضاء البرلمان من كل الأحزاب من أجل بلدنا. أنا أدعوهم لأن يغتنموا تلك الفرصة. شكرا. Thank you, Prime Minister. BBC News. Simply disagree with you. At this late stage, do you really think you have a chance of changing their minds? Well, I've been speaking to MPs over the years. يخالفونك الرأي في هذه المرحلة، تعتقدين هل تعتقدين فعلا أنك قادرة على تغيير آرائهم؟ تحدثت إلى النواب في خلال عطلة الأسبوع، سوف نعود هذا الأسبوع إلى مجلس النواب ونتحدث إليهم اليوم وغدا، وطبعا في اختتام النقاشات غدا سوف نتحدث مع النواب، وبعض النواب يقدرون ويعترفون بأهمية القرارات التي يجري اتخاذها حاليا، ويقولون أنهم سوف يدعمون الاتفاق على الرغم من المخاوف التي كانت أعرب عنها في السابق، ولكن بعد نشر هذه التفاصيل والتطمينات اليوم سوف يطمئن النواب لمستقبل العلاقة التي سوف تجمعنا بالاتحاد الأوروبي، حيث أن الطرفين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يريدان تجنب إجراءات باكستوب، وسوف نحرص على تجنبها في المستقبل وأن نخوض في علاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بما يشكل علاقة طويلة الأمد ومستدامة، وتتناول مسألة الحدود على بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وهذا ما أعرب عنه الطرفان. Prime Minister, you've had two years to reach out to MPs. You've got two days left. رئيسة الوزراء، كان لديك سنتين للتواصل مع النواب، والآن لديك أقل من 48 ساعة. لماذا سوف يعتقد الناس أو يؤمن الناس بطرحك هذا؟ أمضينا السنتين الماضيتين على نتحدث مع النواب بشأن مخاوفهم والقضايا التي تثير هواجسهم، وفي خلال الأسابيع المنصرمة في خلال عطلة الميلاد ورأس السنة استمعت إلى النواب ونقل
حولتوا مخاوفهم إلى الاتحاد الأوروبي وأنجزنا أو تبادلنا هذه الرسائل التي قدمت توضيحات إضافية وتطمينات إضافية، وأنا أعتقد بأنها تقدم تطمينات إضافية للنواب بشأن مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتجنب أو رغبة الطرفين بتجنب إجراءات باكستوب. تحدثت عن استلام البرلمان لزمام الأمور، المهم هو أن نترجم نتائج الاستفتاء إلى تدابير عملية، وهذا ما تبين في الأيام الأخيرة مع الأزمة في البرلمان. بعض النواب يحاولون العمل بطريقة لتقويض بريكزيت. نحن لدينا الآن فرصة لتحقيق بريكزيت، ولهذا أنا والحكومة هذا ما نفعله وما سنحاول فعله، وأريد من النواب أن يعترفوا ويقدروا ذلك. جاك من صحيفة The Daily Mail. تحدثت عن المعايير البيئية وحقوق العمال، هل أنت مستعدة للمضي قدما للحصول على موافقة النواب من حزب العمال؟ ماذا عن الاتحاد الجمركي مثلا؟ لطالما كنت واضحة لن نكون جزءا من الاتحاد الجمركي، لأن الاتحاد الجمركي يتضمن أطرافا أخرى أو مسائل أخرى رفضها المصوتون بالإجاب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا فيؤثر على اتفاقياتنا أو سياساتنا التجارية، وسوف يؤثر في اتفاقات التجارة المعقودة مع الاتحاد الأوروبي. نحن نستطيع أن نعقد اتفاقات أفضل في المستقبل، ولكي نعقد هذه الاتفاقات المستقلة ينبغي أن نكون خارج الاتحاد الجمركي. Prime Minister, you've been very clear about what you say is the damage to public faith. رئيسة الوزراء كنت واضحة الغاية في الحديث عن الضرر للسمعة أمام الناس. ما هو الخطر الأكبر برأيك؟ خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو تضرر هذه السمعة؟ كما سبق وقلت، تحدثت أنت عن معارضة الاتفاق من قبل البرلمانيين أو النواب. لم يقدم أي نائب طرفا آخر أو negotiating a deal is about negotiating a deal that delivers on the result of the referendum, taking back control of money, laws and borders, but also ensures that we do it in a way that maintains jobs, maintains security, protects jobs and security, and protects our union, and that's what the deal does. Did I see Nick from, is Nick here from Sky? Yeah. Good morning, Prime Minister. Nick Martin from Sky News. I just want to add to a question that was mentioned earlier, and it'll perhaps understand where you are in your own mind right now as you stand here. Do you believe that you can get this through tomorrow? I'm sure you hope you will, but do you actually think you will? Yeah. Well, I'm working. نجدد التحية مشاهدينا الأعزاء، استمعنا إلى جزء من كلمة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي قبل ساعات قليلة من تصويت مجلس العمول البريطاني على خطة تريزا مي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. لمزيد من الإيضاحات والمعلومات حول كلمة تريزا مي والموقف البريطاني من الانسحاب أو من خطة تريزا مي من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، انضم إلينا هاتفيا من لندن الأستاذ خالد مصطفى الكاتب الصحفي والإعلامي. أستاذ خالد نرحب بك، هل باتت هذه الكلمة مقنعة للبريطانيين وتحديدا النواب البريطانيين في مجلس العموم للتصويت لصالح خطتها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي؟ صباح الخير. نقدر نقول إن دي هي المناورة الأخيرة لتريزا مي. تريزا مي موقفها صعب جدا 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 داخل مجلس العموم وداخل الشارع البريطاني وما بين النخب السياسية. حتى قبل الكلمة بحوالي ساعة أو ساعتين كانت هناك إشاعات بأن تريزا مي سوف تبقي على البريطانيين، سوف تتخذ قرارا تاريخيا وتبقي على البريطانيين داخل البريكزيت، لكن تريزا مي فاجأت الجميع وطلبت من البرلمان أن يلتف جميع المؤيدين والمعارضين حول خطة الخروج، لكن الموقف داخل البرلمان البريطاني من أصعب ما يكون، لأن البرلمان البريطاني
قد يعني بعد قليلا عن او بعد قليلا عن القانون، واكد المشرعون خلال الاسبوع الماضي ان تريزا ماي امامها 3 أيام فقط لو تم رفض الخطه، ستكون هناك مقترحات، سيؤخذ من المقترحات 6 مقترحات على الحكومه وتريزا ماي العوده مره اخرى للبرلمان خلال 3 أيام لاجراء هذه التعديلات مع الاتحاد الاوروبي. وكان القانون نص على ان العوده للبرلمان تكون بعد 21 يوم، فخطه الثلاثه ايام او البص على الثلاثه ايام وضع تريزا ماي في مأزق، او هي خطه تعجيزيه قد تشل حركه تريزا ماي حال رفض البرلمان. البرلمان زي ما حضرتك عارف هو منقسم على نفسه، مجموعه كبيره من النواب رفض الخطه، هناك تحركات من الحكومه في الكفاءه، هناك اختلاط من مستويات عليا في المملكه تحث اعضاء البرلمان على التصويت لصالح الاتفاقيه، هناك حاله من الاشتباك السياسي، عدد من الوزراء يقول ان البرلمان في طريقه الى الموافقه والمضي قدما في الخروج يوم 23، وعدد اخر من الوزراء يقول ان الخطه قد تكون 50-50، وعدد اخر يحذر من ان الخروج ممكن ان يكون بدون اتفاق. ولكن 29 من مارس كما 9 ماي تريد ان تخرج من الاتحاد الاوروبي حتى ولو بدون اتفاق، رغم تحذيرات رئيس الشرطه البريطانيه بان بريطانيا يجب الا تخرج من شرطه اليوروبول، لان الخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق سيضع البلد في مأزق كبير. تريزا ماي حتى الان لم تحصل على تصميمات مؤكده، حتى ولو تصميمات شفهيه. الشعب البريطاني والشارع البريطاني والسياسه البريطانيين والنواب البريطانيين يريدون تاكيدات وتطمينات سياسيه بل قانونيه قبل ان تكون سياسيه، خاصه في اتفاقيه الباكستوب او الحدود بين ايرلندا الشماليه وايرلندا الجنوبيه. ولكن حتى هذه اللحظه تريزا ماي لم تحصل الا على تطمينات فقط، ولكن ليست ملزمه للاتحاد الاوروبي، وان كان صدر من رئيس وزراء ايرلندا الجنوبيه بان الاتحاد الاوروبي سيسعى ان يدعم تريزا ماي ويدعم خطه الخروج، خاصه بعمليه الفتره الانتقاليه او وضع الحدود، ممكن ان تكون فتره انتقاليه فقط. لكن ايرلندا الشماليه تترقب الوضع، وايرلندا رئيس وزراء ايرلندا الشماليه قالت ان ايرلندا الجنوبيه ليست ذي صفه، او رئيس وزراء ايرلندا الجنوبيه ليس ذي صفه ان يعطي هذه التصريحات. جيمي كوربن يتزعم، وده كان سؤال الاستاذ خالد. جيمي كوربن بالامس يقول ان حزب العمال البريطاني ربما يعتزم سحب الثقه من رئيسه الوزراء البريطانيه تريزا ماي، هل هي مناوره اخرى من قبل حزب العمال؟ حزب العمال انا كنت لسه بقول ساعتك دخلت سالت، وانا كنت لسه بقول جيمي كوربن بالفعل جيمي كوربن بيتزعم حمله مع اعضاء حزب العمال الحاليين والسابقين، وعدد من أعضاء حزب المحافظين السابقين والرؤساء وحتى رئيس الوزراء المحافظ ميجور، الكل يتوجه لتريزا ماي بأن تمضي قدما في استفتاء ثاني أو تعطي الفرصة للشارع البريطاني والمجتمع البريطاني لكي يعبر عن رأيه كفرصة أخيرة. ولكن جيمي كوربن فقد عدد كثير من الوقت كان باستطاعته أثناء الأزمات التي كانت تلاحق تريزا ماي بالفعل اعتبارا من منتصف نوفمبر حتى نهاية ديسمبر، أنا تقدم بطلب لحجب الثقة ورفض النصح أعضاء حزب العمال، ورفض النصح من الحزب الوحدة الأيرلندي، ورفض النصح من أصدقائي الاسكتلندي داخل البرلمان، ولم يتقدم بطلب لحجب الثقة، ومن تقدم بطلب لحجب الثقة حزب المحافظين، وبالفعل نجا تريزا ماي من حجب الثقه. جيمي كوربن من الواضح ان العداء بينه وبين تريزا ماي عداء شخصيا وليس عداء ما بين حزب وحزب، لانه لم يتقدم بطلب حجب الثقه في الفتره التي كان من الممكن ان يطيح بتريزا ماي. حاليا الوضع في حاله من الاستفزاز زي ما انا قلت لسعادتك، التقديم بطلب لسحب الثقه بعد رفض البرلمان للاتفاقيه هيكون في ايد الشعب مش في ايد حزب العمال، وان كان العمال القائد العمالي وعمده لندن خان صرح بالامس
وقال على تريزا ماي على تريزا ماي ان تتنحى فورا وتترك الفرصه لمن غيرها يقوم بعمليه الاستمرار في عمليه الخروج وعدم الخروج، وان كان يعني اغلب حزب العمال يعني يريدون البقاء في الاتحاد الاوروبي. تريزا ماي لا تخشى فقط من حزب العمال ولكن تخشى من 117 عضوا من حزب المحافظين رفضوا اعطائها الثقه عند عمليه التصويت. فهناك 117 عضو في حزب المحافظين، هناك اعضاء حزب العمال، هناك الاعضاء السكوتلنديين، هناك العشره اعضاء الحزب الايرلندي التقدمي الوحدوي. تريزا ماي تريد 318 عضو كي يوافقوا على تمرير الخطه، فهي لا تملك هذا العدد لانها تفقد حوالي اكثر من 40% من حزب المحافظين فقط يرفض تمرير الاتفاقيه. لكن من هنا حتى لحظه تمرير الاتفاقيه غدا تحديدا من الممكن ان تحدث مفاجات. تريزا ماي تستخدم كامل مناوراتها الاخيره وتستخدم كامل انفاسها الاخيره للمضي قدما بالخروج من الاتحاد الاوروبي، لكن الاشكاليات لا زالت موجوده. الاتحاد الجمركي واشكالياته لا زالت موجوده. نعم استاذ خالد، في الخطاب الذي القته تريزا ماي منذ قليل تقول انه اذا لم يتحقق الخروج من الاتحاد الاوروبي سنكون قد قوضنا ديمقراطيتنا، ما الذي تعنيه تحديدا؟ هي بتعمل هي تامل الخروج من الاتحاد الاوروبي، ولان هيكون في حاله من الفوضى، ولكن فوضى ليست بالصوره التي نشهدها يعني في بلد زي فرنسا وتظاهرات استقطاب الصفراء. ستكون حاله من في هناك حاله من الغليان داخل الشارع البريطاني، وده هيبقى فيه انتقاد جزء كبير من الديمقراطيه، لان هيكون في يعني فوضى في الشوارع، هتبقى في فوضى في الاسعار، هتبقى في فوضى في يعني عدم وجود مخزون استراتيجي للمنتجات خاصة الاستهلاكية والمنتجات الزراعية ومنتجات الأدوية، لأن الشركات هناك تعليمات للشركات منذ شهرين بتكثيف عملية الإنتاج. الإنتاج يعتبر حاليا طبل أو أكثر من 3 مرات عن السعة الطبيعية لكل مصنع بينتج أحد السلع الضرورية. هناك أكثر من 80% من السلع تستورد من الاتحاد الاوروبي، حتى وان قالت وزيره واحدى المسؤولين الكبار في وزاره التجاره بان بريطانيا تستورد فقط 12% من الاتحاد الاوروبي، فهذا الكلام عار تماما من الصحه. بريطانيا تستورد اكثر من 82% خاصه من السلع الاستهلاكيه والغذائيه والادويه من الاتحاد الاوروبي، فيكون هناك فجوه. وكمان عمليه الباك ستوب هي اللي هي تحد من قومية الموقف، هتحد من سيطرة بريطانيا على عملية الحدود، لأن بريطانيا ليس لديها حق الفيتو في الاعتراض على أي قرار من قرارات الاتحاد الأوروبي خاصة بموضوع التكستوب. بريطانيا لا تستطيع الخروج منفردة أو منعزلة من اتفاقية الحدود المؤقتة، فده هيبقى فيه تقليل من السلطة البريطانية. هيكون هناك باب مفتوح للمرة الأولى في التاريخ أن تكون هناك حالة من التفكك في القومية البريطانية. هيكون هناك لأول مرة في التاريخ من الممكن أن تنادي أيرلندا الشمالية فأن تبقي في الاتحاد الأوروبي وتطالب بالخروج أو الاستقلال عن بريطانيا. من الممكن أن تحذف اسكتلندا حالة أيرلندا الشمالية وتطالب باستقلالها عن المملكه المتحده. فهناك حاله من التشتت سوف يعني تجتاز التاج البريطاني للمره الاولى في التاريخ. لكن تريزا ماي لازال لديها مناورتين. المناوره الاولى هي تعول على الاتحاد الاوروبي حتى اللحظه الاخيره ان تكون هناك تعديلات خاصه بالبند الذي يرفضه البرلمان ويرفضه جميع الاحزاب، وهو تحديد عدم تحديد فترة زمنية لعملية الحدود. البند الثاني من الممكن أن تستغل تريزا ماي البند 50 في قانون الاتحاد، قانون معاهدة لشبونة والاتحاد الأوروبي، وأن لأن البند 50 يتيح لبريطانيا حتى يوم
حتى الساعة 11:59 دقيقة من يوم 28 من مارس أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بالإبقاء على بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي حسب ما نصت عليه البند 50 من المعاهدة. فتريزا ماي تناور بهاتين النقطتين حتى النفس الأخير. لكن الموقف ذاك البرلمان كله يعني كل شوية تؤكد أن البرلمان سيرفض الاتفاقية بنسبة كبيرة جدا جدا. يبدو أن الأحداث في بريطانيا متسارعة بخصوص انسحابها من الاتحاد الأوروبي. سنتابع بكل تأكيد. معك أستاذ خالد مصطفى، كنت معنا من لندن، حدثتنا عن هذا الخطاب الذي ألقته رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي حول خطة انسحابها من الاتحاد الأوروبي وتصويت مجلس العموم البريطاني غدا على هذه الخطة. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء وصلنا لنهاية هذه الجولة. من الآن تلتقون على رأس الساعة مع موجز إخباري مع زميلة دانا مدحت. شكرا جزيلا.